المفطرات هي أشياء مباحة في الأصل، منع الله تعالى المؤمنين منها في وقت صيامهم. وهذه المفطرات تنقسم، يمكن أن نقسمها إلى قسمين في الجملة، وهذا التقسيم تقريبي، وإلا في المسألة يعني ممكن ألا ندخل في التقسيم ونعدها عدا. التقسيم التقريبي أن نقول إن المفطرات نوعان، منها ما هو مفطر معنوي حس نعم منها ما هو مفطر معنوي، والثاني مفطرات حسية. المفطرات المعنوية هي ليس شيئا يأكلها أو يشربه، إنما هي أشياء وقوع المؤمن فيها يخدش صومه، ينقص أجره، يذهب مقصود صيامه. أنا أسأل، وهذا ما سنتناوله الليلة، المفطرات الحسية، ما المقصود من الصوم؟ المقصود من الصوم جاء النص عليه في آية فرض الصيام، يقول الله تعالى، اقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. لعلكم هذه كلمة تعليل، أي تسبيب للحكم، ذكر علة الحكم، ذكر الغاية التي من أجلها شرع الله تعالى الصوم، لعلكم تتقون. إذن الحكمة والغاية التي من أجلها فرض الله الصوم هو تحقيق التقوى في المسلك والعمل. والتقوى ليست أمرا محدودا بصورة، ليست التقوى بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هكذا تتحقق التقوى للإنسان، أن يكون ممتثلا لأمر الله تعالى فيما أمر، وممتثلا لنهي الله تعالى فيما نهى بالترك، وأن يكون هذا الترك وذاك الفعل رجاء ما عند الله تعالى، طلبا لما عنده سبحانه وبحمده، رغبة ورهبة على نور من الله سبحانه وبحمده.